كل الناس بتتكلم عليها، جماهير نادي الزمالك وجماهير مصر بشكل عام. بتكلم على تغيير حكم مباراة الزمالك في النهائي الإفريقي، وحالة من حالات إثارة الشك في، يعني ما تعودناش الكاف لما بيعلن عن اسم حكم إنه بيتغير. فكان تم الإعلان عن إنه الحكم يوسف الإسرائيلي التونسي الجنسية هو من سيتولى تحكيم مباراة الذهاب ومباراة الإياب بكاري جسامة. فخلاص كلنا كنا متفقين على الموضوع ده. فجأة مرة واحدة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غير الموضوع وغير طاقم التحكيم بطاقم تحكيم كيني، وبدأت الناس تتكلم على الموضوع ده لأنه الحكم الكيني ده له وقعة الناس بتتكلم عنها، جماهير نادي الزمالك ليها علاقة بمباراة كانت الحكم اسمه ديفيز أومينيو كان تعرض لموقف في بطولة إفريقيا 2014 لما كان حكم لمباراة فيتا كلاب والهلال السوداني واللي فاز بيها فيتا كلاب بنتيجة 2-1، لما أطلق صفارة النهاية بخروج الهلال مهزوم، جري عدد كبير جدا من لعيبة الهلال السوداني لأرض الملعب ورا الحكم، مما استدعى إلى هروب الحكم قبل ما تتدخل الشرطة وتدخل أمن الملاعب اللي كان موجود. فالناس بتتكلم في الموضوع ده. عموما احنا هنفهم اكتر من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لان معانا واحد من الشخصيات المحترمة جدا جدا القريبة الى قلوبنا، كابتن شطة المدير الفني للاتحاد الافريقي لكرة القدم. يا كابتن شطة اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. اهلا استاذ ابراهيم. اهلا ازاي حضرتك يا كابتن؟ والله ليك معزة وليك وحشة كبيرة عندنا. انت عارف انا بس مبتعد شويه عن الاضواء عشان المواضيع الحساسه. انا عارف يا كابتن، وحكام ومش حكام، بعيد عن الاضواء، عشان كده المداخله دي مهمه بالنسبه لي. لما عرفت من الاستاذ احمد موضوعها بخصوص التحكيم والافريقي وكده لازم ادافع عنه بصراحه. صحيح. طيب عايزين نفهم من حضرتك النهارده، جماهير نادي الزمالك وفي حاله كده من حالات اثاره الشك بسبب تغيير الحكم، والناس بتقول انه هتحصل مؤامره على نادي الزمالك والحكم الكيني ده حكم ضعيف الجنسيه، فيما انه الحكم التونسي يوسف السرايري حكم قوي الشخصيه. حضرتك هتقول لنا الحقيقه وهتقول لنا اسباب تغيير الحكم ايه؟ اتفضل يا فندم. أستاذ إبراهيم، مين قال لك الحكم اتغير؟ ومن هو الذي أعلن الفيكشرز أو أعلن الحكام عشان تغير أو لا تغير؟ الاتحاد الإفريقي. في لجنة الحكام كلها موجودة في القاهرة بقى لها بتاع 4-5 أيام، عندها دورة تدريبية موجودة في 6 أكتوبر، وحتى استغلوا الحقيقة كمان الجول بروجكت بتاع الاتحاد المصري، ودائما الحكام الفريق بيجوا هنا يبلغوا كل الفاسيلتيز وكل الحاجات دي، يعني عشان كده متواجدين في اللجنة اجتمعت والكورس اتعمل بتاع الحكام. واللجنة كانت منعقدة إلى أول امبارح فقط ولم يحدث أن أعلن هذا الحكام في هذه الفترة أبدا، كانت كلها مشاورات ومداولات في لجنة الحكام. وممكن يكون حصل تسريب إنه في ناس يقولوا اتحط كذا وده يتحط كذا وده يتحط كذا. رئيس اللجنة الأستاذ مجلس السدين ما زال موجود في القاهرة حقيقة، وكنا مع بعض النهارده وكان بيتناقش في هذا الموضوع، وذكر بصراحه وشفافيه مطلقه اجتمع بالحكام بلجنه الحكام، وكل واحد ابدى رايه في تشكيلات الحكام. كانوا بيحصل تسريبات والناس تقول ده اتحط وده اتشال، الكلام ده غير صحيح. كل واحد درس مكانه ودرس هل يستحق يكون موجود هنا او هنا او لا. ورئيس لجنه الحكام لا يعني اي شيء، ولا هلالاوي ولا هلالات ولا هلالي ولا مريخابي ولا اهلاوي ولا زملكاوي. عايز التحكيم الافريقي ينجح بشكل كبير جدا. استاذ مجلس شمس الدين السوداني انت عارف رئيس لجنه الحكام وعضو المكتب التنفيذي وحريص جدا، كل واحد ابدى رايه وخد راي الاغلبيه واقتنع تماما، لانه حتى جسامه نفسه ما كانش موجود في النهائي هنا لعلمك، يعني جسامه ما كانش موجود في النهائي اصلا كمان، موجود في النهائي ابدا. كل الحاجات دي كانت مشاورات ومداولات لم ترقى الى مستوى الاعلان. اول ما اعلنت اول امس واعلنها الاتحاد الافريقي بلجنه المسابقات وارسلتها للميديا وظهرت قبل كده، والله يا استاذ ابراهيم لم يكن اي هناك تعيينات تمت حتى لا نكون صادقين مع بعض. يعني انا حسن النيه لازم يتوفر يا ابراهيم، حسن النيه لو ما توفرش لجبت الحكم نهائي كاس العالم هتشك في قدراته. طيب ده انا رايي، لا نشكك قبل ان تكون الامور. الحكم الكيني اليت من الاليت ريفريز اون ذا بانل اوف كاف، يعني ده من الاليت. حكم صفوه، حكم نخبه، حكم صفوه، خلي بالك. جسامه نخبه، مش ممكن تحط في نهائي تشامبيونز ليج تجيب حكم يعني. ثانيا في حكام كتير وعندهم مشاكل فرديه مع بعض الحاجات المعينه،
اللجنه بتدرسها، مش مشاكل يعني، مشاكل مشاكل في القرارات كانت غير صائبه، حكم كان مثلا عنده مشكله مع جمهور يعني، فريق خسر على ايده ما بتجيبوش تاني. والحاجات دي كلها اتحطت على بلان قدامك وتعمل لها زي ما تقول غربله. وكان في طبعا لجنه يعني فيها عمالقه، فيها ناجي جويني مش هقول لك، استاذ مجدي شمس الدين، استاذ عصام صيام، كل واحد بيتكلم وبيدلي برايه. انا عشان كده يعني قلت لك الحقيقه بدون ان يكون هناك اي تشويش عليها.